برنامج كلام من الداخل. اليوم مختلف، سيكون معنا ضيفة مميزة للغاية، يوتيوبر رائعة استطاعت تقديم قناة تاريخية وثقافية رائعة. أجدناها على اليوتيوب لتعطينا التاريخ لكل الدول، بدأت بالدولة العثمانية، الدولة الأموية، ثم دخلت إلى التاريخ الأوروبي والتاريخ الهندي، ودخلت إلى جميع التواريخ الدول القديمة. بدأت ولم تترك أي تاريخ إلا وبدأت به. معاي ومعاكم اليوتيوبر صاحب القناة منار للثقافة فردوس حرب الرشيد. نبتدع معها الآن بعد الفاصل، نسمع فاصل أغنية ونعود معها. أهلا وسهلا فيكم شخص يعطيكم العافية، وأهلا وسهلا بضيفتنا العزيزة فردوس حرب الرشيد. أهلتنا فردوس كيف الحال؟ أهلا وسهلا بكم جميعا، شكرا لك أخي جليس الظالم على هذه الاستضافة. اسمي فردوس حافظ رشيد. نعم، أشكرك على هذه الاستضافة وأقدم تحياتي لكل المستمعين إليك، وأتمنى أن تكون هذه الدردشة خفيفة الظل على كل المستمعين، وأتمنى أن يكون لقاء جميلا إن شاء الله بعونه تعالى. أهلا وسهلا فيك في برنامج، وأهلا وسهلا فيك في روم تشارمز، أحد أقوى رومات، وهو الأقوى في كل وولف. بعد أن عرفت على نفسك، أرجو أن تعرفيني على قناة منار للثقافة. أنا لم أعرفك على نفسي، أنا اسمي فردوس حافظ الرشيد من أقصى الشمال التونسي. أنا درست في تونس ثم درست في إيطاليا، من عائلة محافظة، والدي هو مناضل تونسي، ولذلك فقد نشأت أنا مهووسة يعني بكل الأمور التاريخية والسياسية. شغفت بالمطالعة منذ كنت صغيرة، وأذكر أنني قرأت كتاب من 600 صفحة وأنا في الثامنة من عمري. ثم جئت إلى إيطاليا وأدرس الكمبيوتر هنا، أما تحصلت على شهادة في الدراسات العليا من جامعة السربون في الفرنسية، في اللغة الفرنسية. بالنسبة لقناة منار الثقافة، هي بالنسبة لي هي ليست مجرد قناة، هي خلاصة الأبحاث التي تراود فكري، وكذلك الأبحاث التي راودت أفكار المتابعين، حيث أن قسما كبير من هذه الفيديوهات هي من اقتراحات المتابعين. وبالتالي فإن قناة منار الثقافة هي قناة تاريخية، وهي بالنسبة لي مثل الحديقة التي أريد دائما أعتذر عن بحة في صوتي لأني بسبب الإنفلونزا، أعتبرها بأنها حديقة، وبأن كل فيديو فيها هو وردة من الورود الجميلة التي أريد دائما أن تكون مختلفة. كل بحث وكل شخصية هو وردة موجودة في هذه الحديقة، أو عبارة عن تطريز لقماش. هذا ما أقوم به في منار الثقافة، وأشكر كل الذين يتابعونني في هذه القناة، وأشكرهم على ثقتهم الكبيرة أيضا. فردوس حافظ الرشيد، كيف بدأت قناة منار للثقافة؟ وهل كانت من بحث علمي أو من قرار نفسي؟ الحقيقة أنا بدأت في مجال النشر على الإنترنت كبلوجر. يعني أول ما أنشأت بلوج حتى لا تضيع الأبحاث، وضعتها في هذا البلوج. لكنني لاحظت بعد فترة بأن الناس يزورونها بالآلاف. أنا أنشأت هذه البلوج المجانية حتى لا تضيع الأبحاث، فوجدت أن الناس مهتمين بنفس الشيء الذي أهتم به أنا، ووجدت الزيارات اليومية للقناة للبلوج هي زيارات بالآلاف. ولذلك حولت ثم معذرة نظري إلى اليوتيوب، الذي لأن الفيديوهات شئنا أم أبينا هي أكثر الوسائل لنشر المعرفة ولنشر المعلومات. فبدأت في إنشاء القنوات، كانت قناتي الأولى اسمها ثقافة عامة، لكن في حملة من حملات اليوتيوب التي قضى فيها على الكثير من القنوات، تم حذف القناة رغم أنه كان فيها 10,000 متابع. ثم لم أستسلم وبدأت في قناة جديدة، وهي قناة منارة الثقافة، ولتكون تجربة جميلة، لأن القناة أصبح فيها 120,000 متابع، وكبرت هذه القناة مع الناس. يعني بدأت لتكون قناة ثقافة عامة أيضا، لكن هوسي بالتاريخ وجهني إلى التاريخ، وهوس الناس بالدولة العثمانية
وجه القناة أيضا إلى التخصص في التاريخ العثماني أكثر من غيره. ثم بعد ذلك بدأنا في الدخول إلى بقية التواريخ. هكذا كانت بداية منار الثقافة شيئا فشيئا، مثل كل القنوات. الألف مشترك، الألف الأول هو أصعب شيء بالنسبة لليوتيوبر، هو الألف الأول هو أصعب من 100 ألف وأصعب من البقية، لأن الثقة في اكتساب الألف الأول هي أصعب مهمة بالنسبة لأي إنسان مبتدئ في هذا المجال. وكبرت القناة شيئا فشيئا، ونحاول دائما أن نطورها، لأن بصراحة يجب دائما التطوير، هنالك بعض الأشياء يجب أن تطور. قبل أن أسأل بصراحة، كنت أسأل عن ثقة المتابعين كيف تجدينها، وأجبت على السؤال قبل أن أسأل بصراحة. جيد. طبعا يا جماعة، أحكي مع إخوتنا باللغة العربية الفصحى، بحيث أنها لا تستطيع التكلم غير باللغة العربية الفصحى لأنها لغتها العامية ضعيف شوي. لا، لا، لغة العامية ليست ضعيفة، ولكن اللغة العامية أنا الناس تعودوا علي أني أحكي بالعربية الفصحى، بما أن قناتي هي قناة عربية فصحى. أنا قضيت في تونس سنوات طويلة، ولكن بما أن الناس تعودوا علي بالعربية أحترم هذه الصبغة التي تعود عليها الناس، والبرقع الذي تبرقعت به، يعني تعودوا على هذه الصورة. وواصل كما أنني باعتبار أنني أعيش في إيطاليا، تتداخل اللغات مع بعضها، تتداخل الفرنسية مع الإيطالية مع الإنجليزية مع العربية في العامية، ولذلك أحاول حتى يفهمني الناس أن أتحدث بالفصحى أفضل. الآن أكثر فيديو واجهت فيه صعوبة فردوس وأخذ معها وقت طويل جدا جدا لإنشائه؟ الحقيقة أكثر، لا أدري إذا كنت تستمع لي، الحقيقة أكثر الفيديوهات التي تتعب هي الفيديوهات الطويلة. الفيديوهات الطويلة مثلا مؤخرا أنجزنا فيديو عن 20 شخصية اشتهرت في التاريخ قبل سن 16، يعني أطفال سجلوا في التاريخ. هذا الفيديو أتعبني كثيرا. هنالك أيضا الشجرة التي شجرة السلاطين والسلطانات، كل سلطان مع زوجاته من أول بداية الدولة العثمانية إلى سقوطها. هذه النوعية من الفيديوهات التي فيها الكثير من التفاصيل والتي تستحق الكثير من التسجيل والبحث هي أكثر الفيديوهات التي تتعب. جميل جميل. طبعا صحيح أن وعدنا في القليل في بعض الجوائز في برنامجنا، والآن إذا عندنا عدد بسيط يا ريت إنه يعمل نختار منهم شخص واحد يربح. عندنا جوائز إحنا. طيب إحنا شو رأيك نفسه نأخذ فاصل ريح صوتك شوية؟ أوكي، أعتذر عن صوت هذا الصوت لأنني بعد ما أسأل سؤالين ثلاث نسمح لمشاهدينا يطلعوا معنا ستيج إذا حابين عندهم أي سؤال أو مشاركة معك. أوكي أوكي أوكي، شكرا. نطلع فاصل صغير ونرجع لكم بعديها. أكثر تاريخ دولة أثار فضول فردوس بعد بحثها بالتاريخ؟ بكل صراحة التاريخ العباسي لا يقارن بأي تاريخ آخر. الناس مشدوها بالتاريخ العثماني، لكن أغلب الأحداث التي رأوها في الدراما هي أحداث خيالية عن التاريخ العثماني، لكن هذه الأحداث الخيالية التي رأوها في المسلسلات هي أحداث حقيقية في التاريخ العباسي. يعني ما رأوه خياليا في التاريخ العثماني موجود حقيقة في التاريخ العباسي. هذا القتل الجواري، هذا التنافس الكبير بين الجواري. التاريخ العباسي أيضا من أكثر الدول، يعني الدولة العباسية، التي شهدت مواضيع غريبة. الكثير من الأشياء التي حصلت في التاريخ العباسي والأحداث التي حصلت التي لا يمكن أن نقارنها بأي دولة أخرى، ولذلك فإنها دولة مثيرة للجدل ومثيرة للفضول، ومثيرة أيضا تثير الرغبة في أن تدرسها أكثر وأكثر وأكثر. كل خليفة عنده أشياء غريبة، كل خليفة عنده تصرفات غريبة وأقوال غريبة. أنا الحقيقة أهتم كثيرا بالتاريخ العباسي والتاريخ الأندلسي من بعده. هذا هو. ومؤخرا اهتممت كثيرا بالأوروبي الحقيقة، التاريخ الأوروبي أيضا. جميل جميل جميل. فردوس
هارب الرشيد، هل تفكر بعد هذا النجاح الكبير في كتابة رواية تجمع بين الحاضر والتاريخ؟ الحقيقة أنا قبل أن أكون يوتيوبر يعني بدأت في تجارب الكتابة، بدأت في كتاب استغرق على الأقل 5 سنوات، هو كتاب، هو رواية لكن رواية تجمع التاريخ أيضا إليها، هي رواية اللي حصلت في قرن كامل لامرأة عاشت قرابة 100 عام في تونس، فيكون بذلك تاريخ مجتمعي، هي قصتها غريبة وحزينة وإلى آخره، كتبتها حتى لا تضيع هذه القصة الحقيقية ولم أنشرها إلى حد الآن لأنني لم أرضى أن أنشرها على أمازون مثلا، إلى الآن أنا مصرة على أن أنشرها كورق، أنشر قصة حقيقية وليس، ولا أريدها أن تكون افتراضية. ومع هذه الرواية بدأت في كتابات أخرى عن التاريخ العثماني الذي أخذ حيزا كبيرا من وقتي وجهدي، وباعتبار أن الناس يطلبونه فلقد بحثت فيه بطريقة كبيرة إلى درجة أنني أصبح لي كم كبير من المعلومات عنه، ولذلك أجمعه في كتاب عن شخصية معينة في هذا التاريخ. وقبل اليوتيوب أنا بدأت في بحث كبير عن بني إسرائيل، كان أول بحث أقوم به هو بحث حقيقي عن بني إسرائيل والدولة الفرعونية وعن تاريخهم كما سميتهم من روبين إلى قيام إلى انتهاء إلى قيام إسرائيل. حسيل على كل حال هذا هو كان البحث الأول والذي لم أنشره أيضا، وهو بحث كبير ومتكون من 200 صفحة. ثم الرواية التي أريد أن تكون أو أولى منشوراتي هي الرواية، ومن بعد كتب التاريخ التي بدأت فيها إن شاء الله، كما أريد أيضا أن أترجم، يعني هنالك الترجمة في إلى العربية توقفت، يعني كانت في العصور الغابرة كانت هنالك حركة ترجمة كبيرة إلى العربية، الآن توقفت، هنالك كتب مهمة عن التاريخ العثماني لا تتوفر باللغة العربية، وإن شاء الله بدأنا في ترجمتها مثل الحريم الإمبراطوري لليسلي بيرس إن شاء الله. هذه الأعمال الكتابية التي نرجو أن نتطور فيها بالوقت إن شاء الله. عندنا مشاركات من أحد الضيوف، من أحد المشاركين، من أحد المستمعين حاب يشارك معي على الستيج. تفضل. حفلة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا حفلة. الله يسعدكم، أهلا وسهلا فيك جليس، أهلا بضيفتك الكريمة سنة فردوس. شكرا لك. الله يسعدك ويسلمك. أنا بس أبغى آخذ وجهة نظرك في نقطة، بما إني قرأت عنك إنك أنت باحثة في التاريخ وكذا. أنا بأخذ رأيك الأشخاص اللي يجي مثلاً يتحيز لدولة مثلاً من الدول الإسلامية السابقة، سواء من بداية الأموية نهاية بالعثمانية، يتحيز مثلاً لدولة معينة بل ويحارب عنها بقوة وبشراسة، وممكن يذكر مثلاً أكثر دولة ممكن تتعرض في الفترة الأخيرة هذه للانتقادات القوية هي الدولة العثمانية. صح. الناس كثير تجي تذكر فقط سلبيات الدولة العثمانية متناسيين إيجابيات الدولة. صحيح. فهل الشخص المطلع التاريخ يجب علينا يتحيز لدولة أو لفئة ويقوم فتنة بين الناس عشان يبين وجهة نظره؟ حقيقة هذا سؤال جيد جدا، أشكرك على طرحه. أنا من وجهة نظري التاريخ يجب أن يكون، يعني الذي يتحدث عن التاريخ يجب أن يكون محايدا، أن يكون في الوسط بين التمجيد والتشويه، هنالك تمجيد كبير وهنالك تشويه. يعني الدولة العثمانية أرى الناس الذين يتابعون أخبارها منقسمين في أغلبهم بين من يشوهها ومن يمجدها إلى درجة حقيقة أكثر مما يجب أن يكون عليه، لأنها كانت دولة قوية وجيدة وهي التي رفعت رايتنا وهي التي كنا تحت لوائها أعزة، هذا صحيح، ولكن في نفس الوقت هذه الدولة يعني كانت فيها الكثير من التجاوزات، كان في وقت معين ضرب بلدان تذهب إلى الجواري، كان هنالك فيها الكثير من التجاوزات، لكن هذا لا يعني أن نرى أن نقوم بشيطنتها، لا يعني أن نقوم ب، هنالك أصلا من ينظر إلي من لا يرى سوى سلبياتها،
ولا يرى الإيجابيات التي كانت عليها هذه الدولة. حقيقة صحيح هذا ما تتحدث عنه، سواء بين الدول ولا حتى بين الشخصيات، من بين من يحبون الشخصيات من يدافعون عنهم إلى درجة أن يتناسوا كل المساوئ التي قامت بها هذه الشخصيات، وهنالك من يكرهونهم إلى درجة تشويههم وثلبهم والضرب في شرفهم حتى. يعني يجب أن يكون الإنسان محايدا تماما عندما يتحدث، يرى ما لا يعني يذكر الإيجابيات والسلبيات على الأقل. مثلا الغرب عندما يتحدثون عن الدولة العثمانية لا يرون سوى السلبيات، حتى في ويكيبيديا إذا بحثت وإذا رأيت أي موقع يتحدث عن هذه الدولة باللغة الأخرى سترى فيه تهجم كبير وتشويه كبير، وهذا يعد الحقيقة تماما. كل دولة لها ما لها وعليها ما عليها، هذا هو. أنا أرى بصعيد بحث بالتاريخ أنه يجب أن نقف مع كل دولة مع السلبيات والإيجابيات، نكون معها وضدها في نفس الوقت، صحيح، ونحاسبها على أخطائها، ونفس الوقت لا ننسى إيجابياتها التي أقامت بها بكل حرفية لشهر ماضينا ورفع تاريخنا أعلى. صحيح صحيح جدا. أنا رأيي. نعم صحيح. أنا هذا صراحة رأيي. نعم. أكثر شخصية أثارت فضول فردوس للبحث عنها. أكثر شخصية تعجبني وأثارت إعجابي هي شخصية المنصور ابن أبي عامر، رغم عن أنني إلى حد الآن لم أنجز عنه فيديو خاص به. المنصور فتى الأندلس الذي جاء من الجزيرة الخضراء، الذي كان من بيننا، هو شخصية غير معروفة وصعد إلى قمة السلطة وأسس دولة. هذه الشخصية التي تثير فضولي كثيرا وتثير إعجابي، لأنها تؤكد على أن الإنسان يستطيع بمواهبه فقط أن يصعد من الحضيض إلى القمة. صحيح هنالك الكثير من الجواري استطعنا الوصول إلى القمة، لكنهن استطعنا ذلك عن طريق الرجال، يعني عن طريق لكن استطعنا ذلك عن طريق علاقتهن بالملوك، لكن هذا الرجل مثلا استطاع أن يصل إلى القمة فقط ليس فقط لكن أساسا بمواهبه وبقدراته. يعجبني المنصور ابن أبي عامر حقيقة، ويعجبني أيضا السلطان سليمان القانوني. بكل صراحة أنا من أحب الشخصيات العثمانية إلى قلبي، هذا السلطان الذي يشوه في أغلب الأحيان، والذي الذي لا يقاس ما قام به مثلا في إطاره الزمكاني. نعم الزماني والمكاني، يجب أن يقاس ما قام به هذا من قتل لابنه وما يتم تشويهه به ضمن الإطار الذي وقع فيه هذا الأمر. هذه الشخصية أنا أحبها كثيرا، بالإضافة إلى عبد الحميد الثاني وبالإضافة إلى شخصية عثمانية أخرى. نعم بصراحة أنا شخصية عبد الحميد الثاني هي المحببة إلى قلبي بشكل كبير جدا. فعلا. السلطان سليمان للأسف الناس حضروه في التاريخ في قتل ابنه، خاصة أنهم حضروه في مسلسل حريم السلطان. نعم. كما رأينا أكثر شخصية تاريخية لم تتوقع لها فردوس هذه الشهرة الكبيرة جدا وتفاجأت بهذه الشهرة لها. وحقيقة حقيقة أنه قبل ما أنشر البحث أو التقرير أو الفيديو أرى أنا معناتها كم مطلوبة هذه الشخصية في مواقع التواصل، فأستطيع أن أفهم إذا كانت شهيرة أو لا. لكن الحقيقة التاريخ الروسي فوجئت بأن الناس ملعون بالتاريخ الروسي، رغم عن أنني لم أكن أظن ذلك. يعني التاريخ الروسي، شخصية التاريخ الروسي دائما أفاجأ بأن لها إشعاع عربي حقيقة. هذه الشخصيات، بعض الشخصيات الجاهلية أيضا، لا يزال هنالك أناس يحبون تاريخنا العربي ويحبون هذه الشخصيات الجاهلية والشخصيات التي مر عليها الكثير من الأزمان. لم أصدم بأي شخصية ما عدا قليلا التاريخ الروسي فقط، هنالك حب كبير للتاريخ الروسي من قبل العرب. جميل. ما أنها لا تصدم بأي شخصية فردوس، لو تم تخييرها بأن تكون شخصية تاريخية بعد أن أنتجت الكثير من الفيديوهات عن شخصيات التاريخية من نساء ورجال،
شخصية تود أن تكون هي مكانها أو تكون أنت أن تكون هي ما هي؟ الحقيقة أنا لا أريد أبدا أن أكون جارية وأصبح سلطانة، هذه شخصية غير محببة إلى قلبي بتاتا، هذه الشخصيات لا تستهويني رغم عن أنها تستهوي الكثيرات. أنا أحب الشخصيات التي تصعد، التي لا تولد وفي فمها ملعقة ذهب يعني، ولكنها بجهدها وبذكائها ومواهبها تصعد إلى القمة. مثل ما قلت لك المنصور ابن أبي عامر يعجبني أيضا كثيرا، أبو جعفر المنصور كلهم منصورين، مؤسس الدولة العباسية، لأنه كان داهية. تعجبني الشخصية الذكية هذا، مثل معاوية كان داهية أيضا، الشخصية الذكية جدا تعجبني. تعجبني ماري كوري، ربما ماري كوري العالمة الأوروبية تعجبني كثيرا. يعجبني ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع. دائما أنا عندما أعتذر بعد الثورة التونسية كان عندي توجه نحو السياسة باعتبار أن والدي كان مناضلا، لكن الشخصية التي أثرت في وجعلتني أعود إلى الوراء ولا أنجرف نحو الأمور السياسية والأحزاب هي شخصية ابن خلدون، لأن ابن خلدون كان وزيرا وكان كاتبا وكان شخصية سياسية بارزة، ومع ذلك لم يذكره التاريخ أبدا كوزير أو كسياسي ناجح، وإنما ذكره التاريخ كمؤسس علم الاجتماع وكعلامة وكرجل صاحب فكر كبير. لذلك أنا هذه الشخصية أثرت فيها كثيرا، شخصية ابن خلدون، وأحبها كثيرا. وإلى الآن مقدمة ابن خلدون تسافر معي إلى كل مكان أسافر إليه، أخذ معي كتاب ابن خلدون. فأحب هذه الشخصية التي صعدت من الأسفل إلى الأعلى بمواهبها، لا بشيء آخر ولا بأسرة النساء والرجال ولا بشيء سوى بالقدرات الذهنية. هذه الشخصية التي تستجلبني حقيقة. نعم. جميل 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 جميل. نأخذ فاصل صغير ريحك. أوكي. أنا رأيت إن صوتك تعبان شوي، فنأخذ فاصل ريح صوتك. أوكي. ونرجع بعدين لبقية لنا من برنامجنا. أوكي شكرا. ثلاثة أربعة. يلا شباب يلا. بدنا مشتركين عشان نفوز. مين راح يفوز؟ فردوس. حامر رشيد، زارت الكثير من الدول وطلعت إلى تاريخها، ولكن هناك دول لم تزورها بعد. ما أكثر دولة تتمنى الآن أن تزورها وهل السبب تاريخي؟ أتمنى زيارة أماكن معينة أكثر من دول، يعني مثلا مكان في تلك الدولة، مكان آخر في تلك الدولة، يعني هذا أكثر. زرت الأندلس، بما أن أصولي أندلسية، زرت الأندلس سنة 2015 وباريس والكثير من الدول، لكن أنا إلى الآن أتمنى زيارة أماكن معينة في العالم العربي، مثل الأهرامات، مثل بيترا، مثل الحقيقة أريد أن أقوم بعمرة أيضا، زيارة الحجاز والمكة المكرمة، وزيارة كل الأماكن التي فيها مواقع تاريخية. تستهويني الأماكن التي ترتبط بالثقافة والتاريخ، هذه هي الأماكن. لا تستهويني ناطحات السحاب، لا تستهويني تلك الأماكن التي ليس فيها رائحة التاريخ. أريد دائما أن أعيش وأن أزور هذه الأماكن التي عندما تزورها تجد فيها الكثير من الحكايات والروايات والتاريخ. هذا جميل جميل جميل. أكثر شيء أعجبك عندما قمت بزيارة بعض البلدان ما هو؟ أعجبني دائماً. من أكثر الحاجات التي ترسخ في ذاكرتي المتاحف حقيقة. عندما أزور متحف أسعد كثيرا وأحزن في نفس الوقت. أسعد بهذا الكم من الأشياء التي أراها، وأتعس وأحزن لأنني أرى هذا الكم أيضا من الأثار المسروقة من عالمنا. أرى يعني متحف اللوفر مثلا في باريس، هو على قد ما أحكي لكم
كم الكمية الآثار المصرية المسروقة غير معقولة. هنا أيضا في إيطاليا زرت الكثير من المتاحف، آثار مصرية وعربية وتونسية وشمال أفريقية وجزائرية ومن كل الدول العربية، هنالك فارسية مسروقة وموجودة في هذه المتاحف. أسعد عندما أرى مثلا العمران التاريخي، عندما أرى مثلا الشوارع بأسماء عربية لكن تم تغييرها، لا تزال عربية لكن عربية على أوروبية، لكن مثلا الرامبلا هي الرملة بالعربية، لا تزال موجودة الآن في إسبانيا، والكثير يعني هذه الأماكن. نعم جميل 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 جدا. احمد الكرتاوي اللي فاز معنا تفضل الستاج، اذا كنت تعمل احمد الكرتاوي تفضل الستاج عشان تاخذ الجائزه. احمد الكرتاوي اذا استعملنا نختار شخص اخر. على مقابلتنا معك بصراحه كانت مقابله جميله جدا، استمتعنا بالوقت، مر الوقت بسرعه كبيره جدا، لم اتوقع انه مر الوقت هيك. أنا أيضا استمتعت وأعتذر منك ومن المستمعين على بحة صوتي الحقيقة، منذ يومين كنت ليس لم أكن أنت مصابة بهذه البحة، لكن انتشار إنفلونزا وهكذا. أشكركم، استمتعت أنا أيضا واستمتعت بهذا اللقاء الشيق معك، أتمنى لك النجاح وأتمنى أن هذا اللقاء كان جميلا وأنه قد أفاد المستمعين. شكرا لك. شكرا لك، واتمنى ان تكوني معنا في مرات اخرى ونشوفك معنا في وولف، وهي رجعت لينا عشان تشارك معنا. اهلا لينا. اهلا بك يا جريس، تفضلي بدات معاك، وحابه تسالي اي سؤال تفضلي. طبعا انا طبعا بحب التاريخ جدا وسعيده جدا يعني باستضافتك. معلش فسعيدة جدا بيكي، فأنا بس كنت حابة أسمع رأي حضرتك في فكرة إن هم وهم بينقلوا لنا الأحداث عن طريق مثلا التلفزيون في الأفلام، زي مثلا فيلم الناصر صلاح الدين أو الأفلام دي، بيغيروا أجزاء من التاريخ ويقولوا إن هي علشان سياق الدراما أو علشان يعني تكون الأفلام ناجحة. بس انا شايفه ان في ناس بتتعلم بالفعل من الافلام دي، يعني يعني بياخدوا بتاريخهم الطفل، ويعني الطفل بيتعلم منها واحنا بنتعلم منها. ليه المؤرخين او ليه الناس اللي هي لها علاقه بالتاريخ او المسؤولين عن الدراما ليه ما بيوقفوش للناس اللي بتلعب في التاريخ؟ انا شايفه احداث التاريخ مغريه جدا ومثيره وفيها اثاره، مش لازم العب فيها في الدراما. يعني انا لو قدمتها زي ما هي بتهيألي برضه هتبقى جميله، في نفس الوقت زي درس جميل افرج الولاد عليه. صحيح والله، حضرتك والله معك حق، يعني حقيقه هذا سؤال جميل ايضا، لانه هذه حقيقه كبرى. يعني لماذا ما قالته في اخر جمله خاصه، اذا اعتمدت على الاحداث الحقيقيه سيكون عمل رائع، هذا ما حدث، فلماذا تحرفونه ولماذا تخفون أحداث وقعت وتأتون بالخيال؟ وهذا أكثر من هذا، أحيانا يتم تشويه الشرف، المس من شرف الشخصيات، تسويق هذه الشخصية على أنها شخصية ماجنة مثلا، وهذا ليس صحيحا. أحيانا يتم هذه مشكلة، لا يستطيع المؤرخون على ما أظن أن يتدخلوا، هم يحاربون ويقولون وينشرون ويتدخلون في التلفاز لقول هذا، ولكن حقيقة كيف سيواجهون رؤوس الأموال التي تنتج هذه الأعمال؟ كما أن التاريخ العربي إجمالا ليس هنالك إضافات فاضحة مثل ما حصل في التاريخ التركي، وأظن أن هذه الإضافات من شأنها أن تجعل صحيح الناس يتابعون أكثر، لأن الناس يحبون التفاصيل، ولا يمكن أن نجد التفاصيل في الكتب، لا يمكن هذه التفاصيل أن تكون موجودة، تفاصيل الجواري والأغوات والحي، لكن يضطرون إلى إضافة هذا من أجل العمل. هنالك أحداث حقيقية لا توضع، وهنالك أحداث خيالية توضع، للأسف لا يمكن لأحد أن يوقفهم. الكثيرون تكلموا بدون فائدة، وعلى كل حال هم يجعلون المتابع يبحث أكثر ليتأكد، مثل ما حصل في الدراما التركية، يبحثون
هل ما شاهدناه حقيقة أم لا؟ في هذا نجحت تركيا، جعلت الناس لديهم فضول لمعرفة الحقيقة عن التاريخ. المشكلة إن الأجيال دلوقتي كلها أغلبها بيبعد عن الكتاب، يعني كل الوقت بيتجه إنه يتفرج أو إنه يمسك PDF أو نعم فكرة إنه يتلقى معلومة خاطئة. يعني إحنا مثلا لسه بندور، لكن شوفي الأجيال اللي صعبة، الشباب الكلام ده. فأنا شايفة إن الفيلم أو المسلسل أو أيا كان، لو فعلا قدم لهم تاريخ في معلومة بجد، أنا شايفة إن إحنا كده كتبنا حاجة جميلة. أولا علقنا الشخص بتاريخه وعمل، يعني رفعت كده درجة الانتماء عنده. انما انا بديله معلومة غلط وبسيبه بقى. وخلي بالك، عارفة حضرتك، انا دخلت في نقاش مثلا في بعض المعلومات الخاصة مثلا بفيلم زي ناصر صلاح الدين، واللي اتفرج على الفيلم متأكد ان اللي في الفيلم ده حقيقي. يا جماعة لا، والله ما حصل الكلام ده، ارجعوا طيب للمعلومات. لا لا، ده احنا شايفينه وحافظينه. وعارفة صحيح جدا، ويكذبونك. انا في بعض الفيديوهات في قناة منارة الثقافة يكذبونني ويقولون لا شفنا في المسلسل كذا، شفنا في الدراما كذا، شفنا في الفيلم كذا. هذا ليس صحيحا. يكذبونك ويأتونك بمعلوماتهم من الدراما ويحاجونك ولن يصدقوك، يعني إلا بعد أن يتأكدوا أو يبحثوا بأنفسهم. لا أدري، هذا حقيقة هذه عليكم. معضلة كبيرة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لحضرتك، شكرا جدا، وشكرا يا جليل، وانا متابعاكم وهتابعكم عشان اترك المجال لحضرتك. دقيقة لا تنزلي، انا طلعت. اتفضل. ولكن عجبني سؤالك، الله يسعد مساكم، نورة يا فردوس. شكرا، شكرا لك، شكرا جليس وكل الناس اللي يسمعون. وميزة احد الفنانين والف الكبار، تفضل مع جليس. ما يحتاج، الله يسعدك يا رب. طبعا سؤالك جميل جدا، بس الاجابة تلقينها عند الثاني والثالث، الاجيال الجديدة. الواجب حنا نربيهم على الصح، نعلمهم وين ياخذ المعلومه من المكان الصحيح، لانه مو بس يعني دراما، على الاقل عندها اهداف ماليه، شركات تبغى تطرح شيء يعرض بانتاج سينمائي واخراج ويعني ضجه واكشن ودنيا وشيء يدخل لها ارباح. بس الاقل من ذلك، الحين لو سالتك مثلا ايش معنى مثلا فرعصه في اي اسم في راسك، وين بتروحين؟ طبعا طبعا طبعا، اي انسان سيبحث على جوجل، لن يبحث على جوجل. هل كل شخص كتب في جوجل مصدر موثوق؟ طبعا لا، طبعا طبعا لا. ناس يدخلون على اليوتيوب، ناس يدخلون على جوجل، اطفال يعني ممكن سياسات الدول لغرض سياسي، لغرض ديني، لغرض تشويه، لغرض ما يهمني. لما انت توجهين ابنك وانا اوجه ابني والثاني يوجه ابنه، يعرف انه لازم يدخل على مصادر موثوقه، كتب، امور يعني شيء مؤرخ. نعم، يعرف المصدر من وين. هنا بيتعود انه كل ما كبر، كل ما صار معه الوقت اكثر، يستفيد انه يروح للمكان الصحيح ياخذ منه المعلومه الصحيحه. نعم بس صحيح. لما نترك المجال في ايده، عنده نت وعنده جوجل. الحين لو جيتي تشوفي مثلا، خليني اعطيك الشيء اللي انا ممكن اعرفه، ما تعرفونه ولا لا، الزير سالم مثلا. الزير سالم طبعا دراما سوريه انتجته تكلفه كبيره وشغل ضخم، بس القصه ما هي بكذا. نعم، هناك اختلاف كبير في قصه الزير سالم عن القصه. نعم ايوه، القصه ابدا ما هي بكذا، ابدا ما هي بكذا. صح في اشياء جابوها موجوده، بس مو كلها. ليه؟ لأنه ما يقدرون يجيبونها من ناحية دينية، من ناحية طبعا تنفيذية، ما يقدر ينفذ كل شيء كان موجود، ما يقدر يجيبه. بس في النهاية المفروض أنه الشخص اللي يبغى يعرف المعلومة دي يروح للمكان الصحيح. الواجب أنك أنت وأنا والثاني والثالث نقول لأبنائنا ولا نقول لأخواننا ولا الناس اللي معنا، خذ المعلومة من المكان الصحيح، بعدين شوفها بالدراما ولا بالإنتاج ولا. يعني أنت أخي إذا استطعت أن تقول لأولادك، لأنك متعلم ومتنور، هناك أناس الحقيقة ليست لديهم المعلومات ولا حتى القدرة حتى يوجهوا أولادهم، هم أيضا مصدقين هذه المعلومات التي يشاهدوها. هذا يرتبط بالعائلة وبالتكوين لدى الأهل، كما أنه قد ما على قد ما أنت ستراقب أولادك، دائما هنالك معلومات سيبحثون عنها بطريقتهم، لأنه أحنا كأولياء وإلا كناس عاديين
قد ما نعرف قد ما نبحث دائما هنالك أشياء لا نعرفها دائما، لا نستطيع أن نعرف كل شيء، ولا نستطيع أن نقدم صح. المعلومة الشافية لأولادنا في كل شيء، وأولادنا سيبحثون بطريقتهم يوما ما، لكن تبقى التربية الأساسية صحيح معك في حق. وإذا كنت أنت ستربي أولادك على هذا فلن تضمن بأن بقية الشعب مثلا سيربي أولاده على هذا، وبالتالي ستنتشر نفس المعلومات لأن الأغلبية يكونون هكذا للأسف يعني. الله يعطيك العافية. الله يعطيك أنت العافية، لأني نقطة جميلة جدا حقيقة والله. معك حق. أنا جيت متأخر والله، أنا ما حضرت لقاءكم من بدري، لكن نورتنا. جيت متأخر ودائما أحب النقاشات اللي مثل دي طبعا صراحة الأمانة، مع أن الناس يتمللون يعني مهما كان الناس يهربون إلى الترفيه والضحك والوناسة. صحيح وأنا صحيح واحد. صحيح والله. الله يسلمك. الله يسلمك أخي. مشاركة رائعة جدا، وبدي أشكر بيفتي مرة أخرى على هاي على تقبلها الدعوة على حضورها معي اللايف. شكرا لك. وبصراحة ساعة وعشر دقائق لا يمل بصراحة على ميدس بيدي. أنا أيضا لم أمل. الحقيقة اليوم كنت مريضة نوعا ما، إن شاء الله أشارك معكم في مرضات أخرى وأكون في حالة أفضل وفي حضور ذهني أفضل إن شاء الله. أنا أيضا استمتعت بالحضور معكم، وأوجه لكم تحية وأوجه تحية لكل من يستمعون إلينا، وشكرا لكم على هذا اللقاء الذي أتمنى أن يتكرر، ولكل من شارك ومن طرح أسئلة. شكرا إليك، ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الوقت وفي نفس الموعد. وتحيتنا أخيرة لفريق فردوس، شكرا لها وسلام، نسمع النهاية.